30/10/2012 مدينة الرستا. السلام عليكم، وعليكم شلونك؟ السلام. الله يسلمك. طيب شلون أوضاعكم هون بالرستا؟ شلون عايشين؟ عايشين يعني قد ما بده بالشارع عايشين، شو يعمل عايشين؟ ما حد رح يموتنا غير الله، مو هو الله يهده إن شاء طيب الله. عم تلاقوا أكل خبز دنيا؟ عم تلاقوا شيء؟ الخبز مقطوع على الآخر، الخبز ما في نهائيا. طيب الشتوية على الأبواب هلأ، مجهزين شيء للشتوية؟ شو مجهزين؟ شو في لنجهزه؟ ليش ضل شيء لنجهزه؟ ما تغير الحطب. الحمد لله رب العالمين، الله ما بيقطع، الحمد لله مو رب بشار العالمين. اللي بيقطعنا. طيب شو رأيك بهذا العيد المارق والهدنة؟ أي عيد؟ ليش في عيد؟ ليش في هدنة أصلا؟ صار هدنة؟ يقرف عمره الله، يخرب بيته، بده كرسي ياخده وينقلع، الله يهده إن شاء الله. بعدين عمين عم يضرب، عمين عم يضرب. بعدين قال الرئيس محامينا، يخرب بيته لو بفهم ما عمل هيك، لو بفهم كان أحسن ما عمل فينا هيك. لكن رخص سنة تضحك على الشعب، تضحك عليه ورخص لنا. لك شو بدي أحكي؟ يخرب بيت قلبه، يخرب بيت قلبه، شو بده؟ طماع. نعم نعم.